الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سمعت انه في واحد اسمه امس، تذكروا باسمائه يا اخواننا، من نبين ولكن دون ذكر الاسماء لاجل يعني زو. نعم، فانا راح اقول اول حرف وثاني حرف. لما يكون في مصيبة بكتبوا جريمة قتل أو مثلا زنا بكتبوا وجاء جيم ميم عين والتقى بسين فا صاد، قال يعني إناش نكشف الفضايح. فأنا هذا دأبي، ما أنا ما بقول أسماء، فأقول أول حرف وثاني حرف. أول حرف صفوت، ثاني حرف حجازي، هيك اسمه، هيك صفوت حجازي، أول حرفين من اسمه. دكتور صفوت حجازي قال بيقول انه يدعو، اصدر فتوى، بكيفه شفت فتوى، اصدر فتوى، ما انت فكرك هذه ليست شهوة، اصدر فتوى بقتل الرئيس السوري بشار الاسد. وقال هذا ليست فتواي من نفسي، هذه فتوى اكثر من 100 عالم. وقال من يقدر على قتله ولا يقتله فهو آثم. وقال لولا أن وجهه معروف، أنا أسأل الله أن يعرفك الناس كما أنت في السماء. قال لولا أن وجهه معروف لأرسوله ولا راح هو، قالوا قتله. قال من لم يقتله وهو قادر على قتله فهو آثم، اسمع، ومن قتله فهو في الجنة. هذه يوحنا بولس الثاني، هذول اقتطعوا الجنان وقطعوا النار، يعني أنهى. إذا بتقتله يا رجل، كان عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قال من يأتيني بخبر القوم، ما قام أحد. قال من يأتيني وله الجنة، مين اللي بيقول هيك يا شيخ؟ نبي. مين؟ نبي. ما قام أحد. قال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، مين اللي بيعطي هذا؟ عيسى بن مريم إذا نزل يمسح عن وجوهكم ويحدثكم بدرجاتكم في الجنة. وصفوة حجاز ومحمد عرف بيرون الملائكة هذول الأخوان. الحمد لله. صفوة هذا اسمع له مرتبة ومنصب، ولا كيف بيفتي؟ هذا أمين عام رابطة أهل السنة. سمعت؟ أمين عام رابطة أهل السنة كبيرة ولا لا أخوان؟ يعني بيضحكوا على القذافي، رئيس إيش كان؟ رئيس الجمهورية الاشتراكية الليبية، الجماهيرية الاشتراكية العظمى، طويلة. طيب رئيس رابطة، أمين عام رابطة أهل السنة، ما هي واضح ليش قتلوا القذافي، كان نفسنا ناخذ شوط. طيب أمين عام رابطة أهل السنة، أسأل الله أن يتوفاني أحد المسلمين. قل آمين يعني وإياه، هذه بتخوف يا أخوان. أمين عام رابطة أهل السنة، فإذا رأيت، نظرت إلى أمين عام رابطة أهل السنة، يعني عظم الله. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. تعال أمين عام رابطة أهل السنة، انظر لي عليه، انظر للسنة التي فيه. الرجل في حسبة السنة حليق، في حسبة الفرق له نبت شعرة، هي أول سنة. في السمت، يعني أنا ليه بقول لك هذا؟ لأنه الذي جاء يتفحص امرأة العزيز من يوسف ما بيفحصوا الدي ان ايه ولا الأدرينالين اللي في دمه، خلينا أشوف ما يبدو لي. لما رأى قميصه قد من دبر خليني أرى ماذا أرى. فإذا أنت أمين عام رابطة أهل السنة، أولا وجب أن أرى السنة رأي العين،
ثم أبتلي قلبك وعملك. شيك أخوان، إنما أمين عام رابطة أهل السنة، ولا تبدو السنة أول ما تبدو. ثم حسر رأسه، ثم قميصه قميص الأعاجم، فأشهد أنه أمين عام رابطة سنة. سنة من؟ أجيبكم هو. أما أهل السنة بأل التعريف، إذا أريد بها محمد عليه الصلاة والسلام لازمك قميص محمد قدته الدنيا قدا قده. شيك أخواننا، فهذا أمين عام رابطة أهل السنة يفتي بالدم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.